هتجوزني مين؟ واحد من طرف الهانم؟ عشان يطلع البلا الازرق على جدتي؟ كان هيدي لك كام يا حد فيا؟ ها؟ كان هيدي لك كام يا حد فيا؟ يا بنت الكلب انت يا كمان الفكرة بنت الفكرة انت اللي بنت ست الكلب فكرة يا زلمة انت عايزة حشرتك في ايه؟ في ايه؟ انتوا هتموتوا البنت ولا ايه؟ اهلا يا اختي اهلا يا ست فتحية اتفضلي اتفضلي شوفي السنيورة كانت بايتة برا وراجعة تقول انها اتجوزت عشان كلكم تبقوا تقولوا عليا ان انا المفترية عليها عرفتوا دلوقتي ان انا كلامي صح انت عملت كده يا بنت؟ اه عملت كده يا خالتي الكلام ده حصل يا خالتي من غربي اللي انا فيه ومين اللي ضحك عليكي يا مبكوسة؟ محدش ضحك عليا يا خالتي انا اتجوزت على ايد مأذون وكان في شهود قدام المأذون ورسمي اه يا خالتي ولو ما كانش رسمي كنت عملتها كنت هرمي نفسي في النار يا حاجه تصدقي تؤمني بالله ان انا كنت هموت نفسي زي عليا هي عليا كانت عارفه كل حاجه اه كانت عارفه وعارفه انه راجل محترم وابن ناسه كويس طب ما جاش معاكي ليه عشان كنت جاي اقول لهم تيجي تقول لنا ايه يا اخلصي خالص انت حيلا مرات ابوها وابوها لسه عايش وعلى وش الدنيا هو اللي يتكلم معاه وهو اللي يربيها ويأدبها شفت عمايلك عشان تجري ورا كلام مراتك وانت فاهم ان انت سيد الرجالة وانت ولا حاجة الله. شوف ايه اللي بيحصل في بيتك هقولك ايه هي عندها حق انت بتقول ايه يا ست فتحية ايوه مادام انت والعقربة مراتك عمالين تبيعوا وتشتروا فيه ما تتلمي يا ولية انت ايه يا نبيلة هتضربيني ولا هتشرشحيلي انت قصدك ما تعرفيش فتحية لو لسانك ده طلع من بقك وقال كلمة واحدة هقطعهولك من الغلوف يلا يا بنتي معايا على فين؟ هاخدها معايا عشان أعرف إيه الحكاية مادام أنت مش شايف شوف مراتك اللي عمالة تزعق وتقلل عشان تفضحها في وسط الحارة لو كانت دبها كانت كتمت في قلبها وسطرت البنت لكن أنت مش شايف ولا يمكن شايف وعامل نفسك مش واخد بالك يلا يا بنتي